فضلك عايش. عسلامة. عسلامة. لاباس عايش بنتي عايش. حاسك تعبة شوية. تعبين كنا نخدموا مروحين. صاحبيت انتم من المرمى. اي صحابي. قديش صحبة بيا؟ ما عنديش 5 سنين هكاك. الصحبة هذه كيفاش بديت؟ كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ احنا جيرين في الخدمة زادة. ماك علاش معناها صحاب وجيرين في الخدمة. يقولوا معناها توا الاصحاب ما عادش فما اصحاب، ما عادش تعمل على حتى حد، ما تحكيش سرك. بالنسبة للاصحاب توا فما برشا معطيات تبدلت. اللي هي شنية توا احنا مش كيما اللي جون هكايا معناها 14 و15، مش كيما 20، مش كيما احنا زاد عمرنا سامحني معناها نعرفوا شو احنا قاعدين نعملوا شو قاعدين نقولوا. فما فهمت اكتمال كماله لله هو لا محاله، اما اكتمال معناها في كل شيء. صحبه هي لازم تفرق توا الناس كي باش تصحب، فما اللي صحاب مصلحه، فما اللي كل واحد وشنو النيه نتاعو معناها. اما صاحب صدوق كيما يقولوا صديق صدوق معناها اللي باش تحكي له سرك واللي كي باش تعمل عليه والكل ماهوش سهل باش تلقاه. فهمت؟ خاطر توا الاغلبيه كل واحد اللي باش يصحبك فما حاجه، فما مصلحه، فما مصالح، فما خلفيات، فما كيما قلت لك خلفيات ومصالح. باهي بالنسبه للتعم تتعمد في تونس من الصغار للكبار يعني كلها. انا نجي باش نحكي معاك لازم وراك وريا. قليل 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 تلقى صحبة نية طيبة بيناتهم حاجة باهية، سواء رجال ولا نساء وإلا راجل ومرأة ولا مرأة وراجل. يعني كيما تنجموا يكونوا زادة في الخدمة راهو صحاب، مش كان تقتصر على زوز نساء ولا زوز رجال. يعني خاطر صحاب يعني شنية صحاب؟ يعني ناس يعديوا بريسك نهار كامل مع بعضهم، ماهوش يسهل كيما قلت لك، مش يسهل باش تلقى. توا في وقتنا توا صعيب ياسر 70% صحبة مصلحة. أنا سامحني أنا خارجة بكونكليزيون إنه الوحش ولا الذية من الصحبة اللي ما جربت برشا مرات معناها قليل فين تلقى صاحبتك توا البحث. إي هاني قلت لك عندها تجربة معني عندي برشا تجارب خرجت بهم إنه معناها قليل فين تلقى اللي كيفك بالحق وصديقة بالحق. فهمت؟ لا تحكي لحد شيء صح صح. اي خير خير اي تحكي لها هي ولا لا؟ اي احنا نحكيو كل شيء مع بعضنا، احنا كل شيء نحكيو مع بعضنا، نشاوروا بعضنا، نحكيو مع بعضنا في كل شيء ونشاوروا بعضنا ونعرفوا. تعرف كي تسالني مثال على حاجه هي تخصها وتخص خصوصياتها من داخل من داخل يعني ومتاع عائلتها، انا معناها ننصحها بقلب ربي ومتاع ديما معناها باش قال ربي باش نهار اخر كي باش يتسال الواحد يكون رضا ضميره قدام ربي. فهمت؟ هذا هو اللي هذا هو باش نقول لك. اش نقوله لك معناها ديما بما يرضي الله، كل شيء بما يرضي الله. قال لي انتم تخدموا مع بعضكم متقابلين جيرين في الخدمه؟ جيرين في الخدمه. في الخدمه مريقلين معناها ولا زاد في الخدمه كل واحد والاكتيفيتي نتاعو؟ ما جيرين نردوا بالنا على بعضنا، نقسوا على بعضنا، نقفوا لبعضنا. انا بعثوا لي عندي ريونيون انا وبنتي اي باغازا صارت عندنا ريونيون انا وبنتي مع تنجم تقول شركاء. مشينا احنا خليت احنا في عندنا بوتيكات يعني هي جويلغي هي عندها صيغه وانا بوتيك بوغون معناها بيمون. كي مشيت خليت البوتيك محلوله يعني ما عندي علاش. انا حاسه روحي متهنيه يعني جوست كلمتها قلت لها نجيبه عايشه اختي في ضمانتك، في ضمان تربي وفي ضمانتك. مشيت كي رجعت لقيتها تبارك الله عملت لي غساتي بعت لها وقفت لها وبعت لها الحمد لله. انا تهنيك بيان سور. هذيك هي الصحبه. مشيت سايي ما نقعدش نخمم. ريت انا في الغيونيون قاعده نحكي في الوقت السوجي اللي لازمنا نحكيو فيه، ما قعدتش نخمم يا خليته يدخل لي حد باش مشيت خليتها مطمئنه يعني نعرفها بس عباره انا. في الخدمه حاولوش هكا يعرفوا زملائكم انكم انتم اقرب لبعضكم ولا لا؟ يعرفوا مشي هكا شويه فتنه حاجه ينجموش يتدخلوا خاطر يعرفونا احنا معناها عنا نفس المبادئ اول حاجه، ثاني حاجه احنا قويين بالله سبحانه وتعالى معناها ما ينجم حتى فما مبادئ. انت اذا تربيت على معناها اذا عندك مبادئ اسلاميه راه ما تنجمش لا تخون لا
تبدا منضبطه بالضبط يعني، فهمت؟ مش من اول مره ارتحت لها نصور، مش ديريكتومون واللي تحكي لها وكل شيء. حبنا بعضنا خاطر ارتحنا لبعضنا، باش نبداو واضحين. من اول مره يعني احنا كنا حبيبات، خاطر انا ارتحت لها وهي ارتحت لي، معناها ما راحه راحه راهو هي نفوس وراحه باهي. بالنسبه سامحني نحب نعقب في حاجه، انت تقول على الصحبه، انا عندي تجارب نتاع 30 سنه سيرفيس باهي. انا خدمت معناها في شركات، وفما شركه تلقى فيها بالالف، شركه تلقى فيها بكل واحد كيفاش، وحده بال 24 دايرين بيك، فهمت؟ هنا في انا ما نقولش تونس، انا خاطر ما نعرف، اكيد البرا موجوده بارتو في اي خدمه. شوف صحابك، كان ما نحكيش صحابك، زملائك، خاطر ما تجيش كلمه صحبه حاجه وزميل حاجه. زميلك اذا شافك باش تجيك ترقيه ولا حاجه، صدقني اول واحد يكون معارض هو زميلك. صدقني صدقني، مش نقول لك 100%، انا بصدق جربتها يعني، فهمت؟ ورام رجال ما همش نساء، انا متجربة، انا خدمت مع الرجال يعني، فهمت؟ كان معناها كي تجيك انت ترقيه، اول حاجه خاطرك امراه يخزرها خزرة أخرى. كيفاش؟ هو راجل، حتى كان أنت معناه أكثر منه في المستوى التعليمي ولا غير، ما يخزرلهاش كونه أنت عندك يخزرها أنت راجل، هو راجل وأنت امرأة، أول حاجة. ثاني حاجة يخزرلها معناها علاش مش هو باهي. وحتى كان امرأة صدقني، ريت أنت تجيك ترقية ولا تجيك أي حاجة ولا حتى شكر ولا شهادة، صدقني يحسدوك. ما انا فهمتش هذا سؤال، مش انت تطرحوا لي، انا نحب نطرحه. علاش علاش؟ ومش معني انا مليكه، بالعكس انا نفرح لهم. ونعطيك معلومه، انا نوريهم وصلت نعمل لهم فورماسيون باش هما معناها يكون النيفو نتاعهم اكثر شويه في الخدمه. واما ديما تلقاها الحكايه هذه في تونس موجوده برش، حسد وبغض الاكثريه. ما هو احسن حاجه انه الواحد يخدم على روحه ويخليها على ربي وكهو، اذا تستحق حاجه تاخذها، واذا ما تستحقش بيان سور ما ثمش حتى بلوس اذا كان ما تستحقش. شكون ما يستحقش وخذاه؟ والله انا بالنسبه لي انا اللي ما عنديش فكره، انا ما خدمتش في وسط معنيها جروب كيف ما تحكي هي، ولا في اداره ولا حاجه، ما عنديش فكره. انا عرفت نفسي، اما على نحب نعقب على قلت الفتنه والكل، خاطر احنا اصحاب، احنا توا في عمر معناها نميزوا، معناها كي يجيك واحد باش يقول لك يحكي لك حكايه ولا حاجه، الواحد تبارك الله الحمد لله بالاكسبيريونس نتاعنا والخبره نتاعنا، توا ولينا نفهموا ونعرفوا معناها المقصود نتاعك الحاجه هذيك، وربي يهدي الناس على بعضها. وكهو تغيب هي تحس بلاصتها؟ ايه اكيد، اي اكيد. انت تضحك. اي انا ساعات نقولها، مره بعثت لها فويس، قلت لها عندها يجي شهرين هكاك، بعثت لها قلت لها راني نحس في روحي غريبه، ما عادش في الحال حنوتي مسكره، حنوتي مسكر، وسمعت الصوت عيط لها. وانت اي وانا صارت لي نفس الحكايه، واللي تكلمت عم تعثت لها فويس على الميسنجر، قلت لها اسمعني ما عادش غير بكل بفضلكم لبعضكم. شنو توا تنصحوا العبيد؟ اول حاجه ننصحوا ساعه على الفتنه اللي حكيت هي، راهي المشكله بتاع المجتمع كلها الفتنه باهي. شوف احنا في فما مثل قديم بليتو يقولوه قبل، ناس قبل قال لك ما غاضتنيش من اللي جا وما اللي قال فيا، تغيظني من اللي جا وعاود عليا. يعني شنو؟ راهو الانسان اللي عاود دو بريفيرونس تصدو، كان صديتو، كان كل واحد يصد كل انسان يجي يعاود له الكلام متقلقيل، توا تولي تونس بخير. ما ندخلوش في الفتنة.